أصدرت المحكمة الإدارية المستعجلة حكما يقضي بإيقاف وإلغاء قرار هدم مسجد شملان الرومي، مبينة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز هدم الأثار الإسلامية. وكان الإعلان عن هدم المسجد الذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت والمنشأ في عام 1893 قد أثار موجة تحفظ شعبية وبرلمانية مطالبة بوقف القرار. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المجلس قال المحامي عادل العبد الهادي أن القرار جاء بعد أن قدم الدفاع أدلة تثبت أن المسجد يمثل أحد أوجه الآثار الإسلامية. صدر لنا حكم من المحكمة الإدارية بالشق المستعجل بوقف الهدم أو قرار الهدم الصادر من رئيس مجلس الوزراء والموجه إلى وزير الأشغال ووزير الأوقاف بصفاتهم، على أساس أن هدم هذا المسجد لاعتبار أن هناك خطة تنموية متجهة إلى ناحية المسجد، فكان هناك قرار الهدم. احنا رفعنا الدعوة بالشق المحكمة الإدارية فيها الشق مستعجل بوقف الهدم، خصوصا وأن هناك صدرت تصريحات من وزير الأشغال بصفته دكتور علي العمير باعتبار أن هذا المسجد ما فيه أي نوع من أنواع الآثار، رغم أن احنا قدمنا للمحكمة كل ما يثبت أن هذا المرفق أو هذا المسجد هو من الآثار الكويتية كما حددها نص المرسوم بقانون اللي صادر في رقم 11 لسنة 1960 بأن الدولة تحمي الآثار وتحمي الآثار المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي هذا يعني تكييف شكل الآثار هو ما يمر عليها 40 سنة.